السلام عليكم يا سنة رابعة، عاملين ايه؟ معاكم مش شيرين احمد. ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج العلوم للترم الثاني، وهنكمل مفهوم الوقود. تمام، كنا بدأناه في فيديو هنا قبل كده. النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن علاقة الوقود بتوليد الكهرباء. هنعرف ازاي اقدر اولد كهرباء باستخدام الوقود. هو احنا اصلا مش قلنا ان الكهرباء دي طاقة؟ وطبعا احنا عرفنا من الترم الاول ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. يعني انا ما ينفعش اعمل كده في الهواء كده تجيلي كهرباء، لا، لازم يكون في مصدر للكهرباء. طب انا هستخدم ايه عشان اجيب كهرباء؟ عندي ممكن استخدم مصادر متجددة، ودي اللي شرحناها في الفيديو اللي فات، وعندي مصادر غير متجددة. المصادر المتجددة زي ايه؟ زي الماء والرياح، وكمان عندي الوقود الحيوي ممكن، وايه تاني؟ وعندي طبعا الشمس. دي كلها مصادر متجددة. طب ايه المصادر الغير متجددة؟ عندي الوقود الحفري، وقود حفري زي نفط وغاز طبيعي وفحم برضه. تمام، يبقى انا ممكن اولد الكهرباء باستخدام مصادر متجددة ومصادر غير متجددة. قلنا مصادر متجددة زي مية ورياح وشمس ووقود حيوي، وعندي مصادر غير متجددة زي نفط وغاز وفحم. طيب اصلا توليد الكهرباء في مصر بنولد ازاي الكهرباء في مصر، او ايه مصدر الطاقه الاكتر بستخدمه اكتر في مصر؟ هو الغاز الطبيعي، وبعده على طول النفط. تمام، زي ما احنا شايفين ان نسبه الغاز الطبيعي 55%. طيب تعالوا بقى نعرف مع بعض ازاي بنولد الكهرباء اصلا من الوقود. تمام، طيب اول حاجه ايه اللي بيحصل عندي؟ بستخدم، احنا قلنا الكهرباء مش هتيجي لوحدها من الهواء كده، لازم استخدم مصدر للطاقه. مصدر الطاقه اللي هستخدمه هو الوقود. تمام، زي ما قلنا مصدر متجدد او غير متجدد، ولنفرض هنا ان انا استخدمت فحم. تمام، بيدخل الفحم من هنا. تمام، وبعدين ايه اللي بيحصل له؟ بيحصل له احتراق، بيحصل له احتراق، احتراق للوقود. تمام، بيحصل احتراق للوقود اللي هو الفحم. طيب وفي نفس الوقت اللي بيحصل احتراق للوقود، المحطات توليد الكهرباء دي يا اولاد بتبقى موجوده يعتبر قريبه من النيل. ليه؟ بتفتح ماسوره كده، الماسوره دي بتدخل ماء، دخل ميه، الميه دي بتيجي بقى بتدخل في مواسير، المواسير دي بتعدي على المكان اللي بيحصل فيه احتراق للوقود. بتعدي ليه؟ عشان يحصل لها تسخين، بنسخن الميه. ايه يا مس؟ طب ما نسخنها على بوتاجاز يعني، وعادي، كان مش الموضوع مش محتاج محطه كامله. لا بص، ما هو احنا مش هنسخن ميه على قدكم في البيت يعني، لا طبعا، احنا هنسخن ميه عشان تولد كهرباء كبيره لمصر مثلا كلها، وللعالم كله، او للمكان اللي موجود في المحطه، فلازم كميه كبيره من الطاقه. فعشان كده احنا بنستخدم اصلا وقود. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل احتراق للوقود. اما يحصل احتراق طبعا عندي طاقه حراريه، الطاقه الحراريه دي هنستخدمها في تسخين الميه. طب وايه اللي بيحصل ماما كده لما تنسى البراد او الميه، حاطين براد فيه ميه على النار، ايه اللي بيحصل؟ هتلاقيه بيطلع كده بخار، بيطلع بخار فوقيه. احنا بقى عايزين البخار ده، البخار ده خلاص تعالوا، الوقود اتحرق، بعدين الطاقه الحراريه دي استخدمتها في تسخين الميه، الميه طلعت لي بخار. لحد هنا تمام، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ البخار ده هيتحرك، هيتحرك وهيروح لحاجه اسمها توربينات. تمام، هيروح للتوربينات. ايه هيعمل ايه في التوربينات دي؟ هيحركها. البخار لما يجي على التوربينات دي هيحركها، فلما التوربينات دي تتحرك هتخلي المولد يشتغل. فلما المولد يشتغل هيحول لي الطاقه الحركيه، الحركيه هيحولها ايه؟ لكهرباء، لطاقه كهربائيه. طب وبعدين الكهرباء دي هتروح في اسلاك للمنازل. هعيد تاني بسرعه وهوريكم فيديو برضو هيوضح الموضوع ده. ايه اللي بيحصل؟ بيدخل الوقود ويحصل له احتراق، احتراق الوقود ده بيديني طاقه حراريه كبيره جدا. الطاقة الحرارية دي بستخدمها عشان تسخن المية، المية اللي أنا جبتها أصلا من النيل. طب وبعدين المية لما تسخن هتديني بخار، البخار ده هيتحرك ويروح للتوربينات،
فلما التوربينات تتحرك هتشغل لي المولد، والمولد لما يشتغل هيحول الطاقة الحركية لكهرباء، بعد كده الكهرباء دي اللي ولدتها جوه المحطة هتخرج من المحطة في أسلاك، وبعد كده تروح للمنازل وتشغل أي جهاز أنا موصلاه بالكهرباء. تمام؟ طيب تعالى كده، هو أنا مش استخدم عشان توليد الكهرباء، أنا دلوقتي ولدت كهرباء باستخدام الوقود، تمام؟ هو مش أنا استخدمت وقود حفري؟ وانا قلت لك المره اللي فاتت انا ممكن استخدم كذا حاجه، ممكن استخدم مصدر متجدد او غير متجدد. طب معظم اصلا الطاقه في مصر انا قلت لك من الغاز الطبيعي وبعده النفط وبعده الفحم. طب ايه ده، مش دول وقود حفري اصلا؟ طب انا كده بستخدم وقود حفري، وانا كنت قلت لك ان ده طاقه ايه؟ غير متجدده. يعني انا كده بخلصه، ما انا بولد الكهرباء دي لازم باستمرار وعشان لمصر كلها. طب ما ده غير متجدد، طب ما انا لازم ارشد استهلاكه، يبقى عشان ارشد استهلاك الوقود الحفري كمان لازم ارشد استهلاك الكهرباء، يبقى ترشيد استهلاك الكهرباء عشان احافظ على الوقود الحفري. طب ازاي هرشد استهلاك الكهرباء؟ يعني مثلا ما تسيبش الاجهزه موجوده في الفيشه، افصل الجهاز على طول، شيله من الفيشه بعد ما تستخدمه. طب ايه تاني ممكن اعمله؟ خرجت من الاوضه وخلاص انت مش محتاج النور، اطفي النور ما تفضلش سايبه، تمام؟ طب ايه تاني برضو؟ ان احنا نحاول نستخدم مصادر تانية للضوء غير الكهرباء، يعني نستخدم كشاف الموبايل، نقعد في الشمس، المهم يعني نقلل استخدامنا للكهرباء. تعالوا بقى اوريكم الفيديو ده اللي بيوضح توليد الكهرباء باستخدام الوقود الحفري. بصوا يا اولاد، هنا اهو، هنا بيدخل لي، هنا استخدموا الفحم، تمام؟ هنا بيدخلوا الوقود اللي انا هستخدمه عشان اولد الطاقه الحراريه، وهنا اهو بصوا فاتحين مكان بيدخل منه الميه، ده من النيل، الميه دي من النيل، وبتدخل في المواسير وتعدي على مكان احتراق الوقود، وبعد كده بعد ما هنا الوقود بيحترق ويديني طاقه حراريه، هيسخن المواسير اللي فيها ميه دي، فالميه لما تحصل لها تسخين هتديني بخار، البخار هيمشي هنا كده ويروح للتوربينات. دي شكل التوربينات عشان اللي ما كانش متخيل شكلها. التوربينات دي لما تبدا تتحرك هنلاقي ان هي شغلت المولد، والمولد اداني طاقه كهربائيه. اسيبكم على الفيديو. اهو شايفين هنا، بصوا اهو البخار عمل ايه؟ حرك التوربينات. بصوا التوربينات اول لما تبدا تتحرك ايه اللي هيحصل هنا؟ المولد هيتحرك. بصوا المولد طلع لي الكهرباء، هتروح عن طريق الابراج دي، هتبدا تروح في الاسلاك اللي موجوده في الابراج، هتروح للمنازل، وبكده اتولدت الكهرباء باستخدام الوقود الحفري. شفناها وبس يا سنه رابعه، هو ده كان الجزء بتاع النهارده. أتمنى تكونوا استفدتوا وتحافظوا على الكهرباء عشان نقلل استهلاك الوقود الحفري. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.